warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, sobatul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, anak khair. Baik anak-anakku, kemarin kalian sudah menghafalkan surat An-Naba ayat 1-35. Kali ini Ustaz Daleli akan bacakan surat An-Naba ayat 1-40. Kalian simak baik-baik, dengarkan, tirukan, kemudian hafalkan. Baik, Ustaz akan bacakan surat An-Naba ayat 1-40. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Demikian tadi anak-anakku surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Sampai bertemu lagi di ayat berikutnya, di surat berikutnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.